نتواصل أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام. بسم الله نبدأ دائما وبه نستعين وعليه نتوكل. هذه انطلاقات أشواطنا في صباح هذا اليوم، تنطلق بحثا عن ناموس والفوز. الشوط العاشر بدأت انطلاقته قبل قليل، وهو الخاص بالإبكار المهجنات الإذاعة على صايل التي تنطلق في مسافة 5 كيلومترات، وتنافس جميل وأداء رائع في هذا العالم، عالم الرياضة وعالم الهجن، العالم الساحر في هذه الانطلاقات. نسير مع مقدمة الشوط، هذه هملولة تسيطر على مقدمة الشوط، سعيد بن مطر بالعرطي اللي بعد بداية الانطلاقة تقود الإذاع، بينما المركز الثاني الشاهينية تأتي في ثاني المراكز، راشد بن حمد بن راشد بن غدير هي اللي في المركز الثاني، ولكن هناك شعار سعيد بالحلوس العامري وهو على ظهر الشاهينية. انتقلتنا إلى المركز الرابع في هذه اللحظات لنكمل ندانا، وهذه الشاهينية حميد بن سيف بن كعيب هي اللي تنطلق على المركز الرابع، بينما المركز الخامس هناك المركز الخامس في هذه اللحظات تأتينا جودة لسالم بسعيد بن منانة هي اللي انطلقت على 5 المراكز، ولكن الدخول في المركز السادس السابع العابرة والخوارة جميعا الخوارة حمد، ولكن الشاهينية تدخلت في هذه اللحظة، راشد بن حمد بن راشد بن غدير لتنطلق بقوة، وهناك صعبة في هذه اللحظات، صعبة وصلت لسعيد بن مطر الرميثي وشودة، شودة لأحمد حمد بن أحمد بن مايد الخيالي، شودة وصعبة، صعبة وشودة، شودة وصعبة، صعبة وشودة، يا سلام، شودة تتسلل، يا سلام، تذكرنا بشودة صاحبة الإنجازات، قبل أسبوع فازت في هذا الميدان، رجل الأمتار الخيرة، تهانينا لمحمد بن أحمد بن مايد الخيالي على فوز شودة بالمركز الأول. المركز الثاني وصلت فيه صعبة سعيد بن مطر الرميثي، المركز الثالث اللي هي وصلت في المركز الثالث الظبي لمحمد بن راشد بن خميس الغويص، والمركز الرابع منصورة لحميد بن أحمد بن حارب المهيري. هكذا المراكز المتقدمة، بقية المراكز مع زملائنا لجنة خط النهاية. هذا الشوط وهذا المسار كان جميل، شودة انتزعت ناموس هذا الشوط بالأداء الجميل، نزف التهنية، أسعد الله صباحك بو يمعة على هذا الفوز. 7 دقائق و49 ثانية وجزئين من الثانية، تهانينا لمحمد بن أحمد بن مايد الخيالي على هذا الفوز. وصلت صعبة في المركز الثاني 7 دقائق 49 ثانية، 4 أجزاء من الثانية، تهانينا لمالك صعب سعيد بن مطر الرميثي ووصول المركز الثالث.